هل تساءلت يوماً ما هو مسح التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني؟ تابع معنا على قناتنا العلم للعرب الوثائقية فسوف يساعدك هذا الفيديو على فهم مبدأ عمل مسح التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني وكيف يعمل. يقوم مسح PET بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للجسم، وهي تقوم بذلك عن طريق استخدام أجهزة التتبع المشعة والتي يتم إعطاؤها عادة للمريض عن طريق الحقن الوريدي. تتكون المتتبعات من جزيئات حاملة مرتبطة ارتباطا وثيقا بذرة مشعة تسمى النظائر. يمكن أن يتفاعل جزيء الناقل مع أو يرتبط ببروتينات أو سكريات محددة في الجسم. يعتمد الجزيء الحامل الذي سيتم استخدامه على ما يبحث عنه الطبيب إذا اشتبهت في الإصابة بالسرطان أو كانت تراقب نمو السرطان، فقد يستخدم فلوروديوكسي جلوكوز ويرمز له اختصارا FDG. شكل معدل من الجلوكوز يتم امتصاصه بواسطة الأنسجة. عندما تمتص الأنسجة الكثيرة من الجلوكوز، فقد يشير إلى ورم سرطاني. لا يشكل الإشعاع الصادر عن الراسمات أي خطر يذكر على المريض، لأنه يمر بسرعة خارج الجسم. ينتج النظير جزيئات صغيرة تسمى البوزيترونات، والتي تتفاعل مع إلكترونات المحيط، وينتج عن هذا التفاعل الإبادة الكاملة لكلا الجسيمين وإطلاق فوتونين يسرعان في اتجاهين متعاكسين. تقيس الكاشفات في ماسح PET هذه الفوتونات، وتستخدم هذه المعلومات لإنشاء صورة لتوزيع FDG في الجسم. شكرا لمتابعة قناتنا العلم للعرب الوثائقية للعلوم والمعرفة. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.